معلومة في دقيقة، في كذا عميل كان سألني قبل كده، هو الإيجار بيتحدد بناء على سعر العقار وقت ما حضرتك اشتريت ولا وقت التسجيل الفعلي؟ مبدئيا مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة ريال استيت جايد. خليني أوضح لحضراتكم مبدئيا إن القيمة الإيجارية المتعارف عليها في القطاع السكني بتبتدي من 5% سنويا من إجمالي سعر الشقة، وفي القطاع الإداري المفروض قيمة الإيجار بتبتدي من 10% سنويا من إجمالي سعر المكتب في خلال أول سنتين، مع مراعاة طبعا إن بيكون في زيادة سنوية، وده طبعا المتعارف عليه. وكذلك بالنسبة للتجاري المفروض الإيجار بيبتدي من 15% سنويا بالنسبة للمحلات المميزة، وبتوصل ل 20% أحيانا طبعا، ولكن في خلال أول سنتين ممكن تلاقي قيمة الإيجار بتبتدي بأقل من 15%، مع مراعاة طبعا إن بيكون في زيادة سنوية متعارف عليها بعد كده. طيب السؤال دلوقتي، هو الإيجار بيتحدد على سعر العقار وقت ما حضرتك اشتريت ولا وقت التسجيل الفعلي؟ يعني ممكن حضرتك تكون شاري في مشروع مثلا لسه تحت الإنشاء وبسعر افتتاحي، وواخد مكتب مثلا قيمته حوالي 1,000,000 جنيه، وجيت حضرتك بعد ما استلمت الوحدة بتاعتك كمان 4 سنين لقيت القيمة السوقية للمكتب دوت بقت ب1,500,000 أو 2,000,000 جنيه. هنا المفروض حضرتك بتحسب نسبة الإيجار من سعر الوحدة الحالي اللي هو واصل ليه السوق، مش السعر اللي حضرتك اشتريت بيه دوت المفروض. ولكن باستثناء إن في بعض الشركات اللي بتكون عاملة عقد تفويض للإيجار مع العميل، إنها بتأجر له الوحدة بتاعته بعائد إيجاري بيبتدي من نسبة معينة، ده طبعا هنا بيكون من إجمالي سعر الوحدة اللي هو متعاقد عليها، مش من السعر بتاع الوحدة بعد الاستلام والتشغيل. فدي بس معلومة بسيطة حبيت أوضحها لحضراتكم، وكنت سبق وخصصت حلقة قبل كده عن إزاي تحسب الإيجار بتاع وحدتك في العاصمة. وعموما لو في أي حد مهتم بالاستثمار أو إن هو يشتري ويأجر العقار بتاعه بعد الاستلام، يشرفني طبعا إن هو يتواصل معايا من خلال رقمي الظاهر على الشاشة متاح عليه الواتساب، وفي كمان لينك موجود في أول الوصف حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو هيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. وأنا طبعا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة، مهمتي إن أنا أوصل حضرتك بأفضل الفرص الحالية اللي هي تديلك قيمة مقابل سعر بأفضل عائد استثماري أو تشغيلي لحضرتك، وتكون طبعا في حدود الميزانية بتاعتك. الخدمة ديت بتكون مجانية بدون أي مصاريف وتحت أمر حضراتكم في أي وقت.